بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في الجزء الثاني من سلسلة حلقات الطريق إلى الدوري، الحلقات اللي احنا اتفقنا إن احنا اللي هنتكلم فيها عن إزاي تقدر تعمل دوري محترف بطريقة صحيحة عشان نقدر بعد كده نحاسب أي فريق نقول له أنت حققت إيه الموسم ده وحققت إيه الموسم اللي جاي وهتقدر تحقق إيه. الحلقة الأولانية احنا كنا بنتكلم عن الاستادات والملاعب، والنهاردة احنا بنتكلم عن حاجة تانية اسمها المواعيد والتواريخ، ان ازاي تقدر تحط جدول للمواعيد والتواريخ للأندية بطريقة سهلة وبسيطة ويبقى كل الناس عارفة مواعيدها وتواريخها حتى لو كان عندها ارتباطات خارجية برا مصر. يبقى احنا عارفين ان احنا بسهولة جدا ومن غير ما نتدخل في اي حاجة ومن غير حتى ما اتحاد الكرة يتدخل احنا نقدر بسهولة نحط مواعيدنا والتواريخ اللي احنا عايزين نحطها لجدولنا بالتواريخ والمواعيد. بس قبل ما نتكلم في الجدول اللي هو موجود قدامنا ده ونتكلم فيه عن المواعيد والتواريخ ونحط ازاي التواريخ بتاعتنا، لازم نتكلم في نقطة مهمة جدا وهي قوة اتحاد الكرة، ان ازاي المسؤول عن الدوري العام يبقى عنده القدرة والقوة انه يفرض مواعيد على كل الاندية بدون تحيز. لا يمكن ان احنا نفضل موجودين والدوري بيتحط له مواعيد عشان مصالح ناس على ناس، وده مش عيب انديه. والمره الثانيه انا مش فكره ضد نادي ولا مع نادي، الانديه ملهاش دخل لو انا المسؤول واقدر احط قوانين وافرضها على الكل. لكن انا لو لقيت ان اتحاد الكره بيعمل موائمات لناس على حساب ناس، فبالتالي انا هضغط على اتحاد الكره اكتر واكتر عشان اخد اكتر من حقي في الدوري العام، ودي مشكله كبيره جدا لازم تتحل في الدوري العام عشان نقدر نقول ان احنا عندنا دوري محترم. وقبل ما نتكلم عن موضوع الجدول الدوري اللي موجود قدامنا واشرح لكم الطريقه بسيطه جدا وسهله في وضع دوري بما كلنا عارفين مواعيده وبدون خلافات وبدون ما نتكلم ونقول لا والله لا اصل انت اجلت او انا ما اجلتش واصل انت جاي عليا او انت مش جاي عليا، انا هشرح لكم ثلاث مواقف حصلوا بره مصر لازاي ان اتحاد الكوره في الدول دي اقوى من الانديه. موقف مع ليفربول في الدوري الانجليزي، موقف مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، وموقف مع ريال مدريد وبرشلونه. واعتقد ان دي من اقوى الفرق اللي موجوده في العالم، وان اعتقد ان ليها كلمه كمان على اتحاداتها، وان ازاي انا لو عايز او مش عايز ولا لا هقدر اغير. نبتدي بموضوع ليفربول. كلنا عارفين ان ليفربول من كام سنه اخد دوري ابطال اوروبا، ولما خد دوري ابطال اوروبا قرر ان هو لا جت عليه جدول كاس العالم للانديه في يناير، ولسوء الحظ ان الدوري الانجليزي وكاس انجلترا معروف ان دور ال64 وال32 بيتلعبوا في النص الاول من يناير كل سنه، بغض النظر حضرتك بتلعب فين او ما بتلعبش فين، معروف ان الجدول ده في يناير متحدد لل32 و64 في كاس انجلترا. والاتحاد الانجليزي حط الجدول ان ليفربول هيلعب استون فيلا يوم 9 يناير، ولان الجدول اتحط بعدها وان طلع كاس العالم اول مباراه ليفربول في 10 يناير، فمن ديسمبر شهر 12 كلم الاتحاد وقال لهم مساء الخير انا ليفربول هروح العب باسم اوروبا وهلعب باسم انجلترا في كاس العالم للانديه، والجدول اللي انتوا حاطينه بتقولوا ان يوم السبت انا هلعب في الكاس وانا يوم الاحد عندي ماتش في قطر، ازاي هلعب؟ فشوفوا انتوا ظروفكم ووروني انا كده بمثل انجلترا وبمثل اوروبا كلها وان انا لازم اروح. تاني يوم الاتحاد الانجليزي بعت له جواب وقال له احنا ملناش دعوه انت بتمثل مين، انت في الاول وفي الاخر لا تمثل الا نفسك، احنا عندنا قواعد محطوطه في كاس انجلترا لا يمكن دور يكمل بمباراه ناقصه، يعني لا يمكن نتاهل من دور 32 نلعب 16 وفي واحد لسه ما لعبش في دور 32، لان ده هيترتب عليه ان اللي هيلعب دور 16 مش هيبقى موجود. اتنين، انت بتضيع فرق حق فرق استون فيلا ان هو عارف ان انت هتسيب الفرق وتلعب بالناشئين وهتروح كاس العالم، فهو حقه ان هو يلعبك بالناشئين ويتاهل عليك. من الاخر ليفربول انت قدامك حاجه من الاتنين، اما انك انت تنسحب من
كأس إنجلترا، وده عليه عواقب وفلوس وغرامات واحتمال ما تخشش كأس إنجلترا السنة الجاية، أو إن أنت تنسحب من كأس العالم الأندية وتلعب معانا الكأس، أو إن أنت تلعب الكأس باللاشئين. الخيار خيارك، لكن حكاية إن إحنا نأجل لك انسى. تاني يوم ليفربول قرر إنه هيسيب الفريق الناشئين كله وياخد الفريق الأول بالكامل بالمدرب ويروح، وفعلا ليفربول لعب أستون فيلا بالناشئين وخسر 5-0 وطلع من دور ال 32 بالكأس الإنجليزي، وما حصلش أي حاجة، ولا هو اعترض ولا قال انتوا جايين عليا ولا انتوا مش عارفين مصلحة انجلترا ولا انا بمثل انجلترا، مفيش الكلام ده. القصة التانية هي قصة مانشستر يونايتد السنة اللي فاتت. مانشستر يونايتد كان بيلعب في الدور النهائي للدوري الأوروبي، ولما لعب في قبل النهائي اضطر ان هو يأجل مباراة، طلب تأجيل مباراة لأنه اتعمل عليه ضغط أجل مباراة، ولأنه هو وصل لقبل النهائي كأس إنجلترا فأوتوماتيكلي اتأجل له المباراة التانية كده، اللي عنده ماتشين مؤجلين، ولأن هما بيلعبوا آخر 3 أسابيع في إنجلترا في المباريات بنفس التوقيت، فما كانش ينفع ان احنا نوصل لاخر 3 مباريات وفي مباريات مؤجله لمانشستر يونايتد. فما كان من الدوري الانجليزي الا ان هو بمزاجه وبدون الرجوع لمانشستر يونايتد ومش فارق معاه ضغوطات مانشستر يونايتد، عمل جدول قبل الاسبوع الثالث من قبل الاخير من الدوري الانجليزي لمانشستر يونايتد هيلعب يوم الاحد ويوم الثلاث ويوم الخميس، 3 مباريات ورا بعض، وكانوا من اقوى المباريات الموجوده في الدوري، وكان بيلعب ولفرهامبتون كان بيلعب فيرتون وكان بيلعب توتنهام، ومع ذلك مانشستر يونايتد راح قال لهم ازاي انتوا تعملوا الجدول ده، هو في حد بيلعب يوم ويوم لا في دوري انجليزي مباريات مؤجله والناس كلها واحده مستنيه؟ هو قال والله ده الجدول بتاعنا، انت طلبت تاجيل ماتشين تتحمل انت العواقب مش احنا، احنا لا نتحمل عواقب اي حد. وبالتالي لعب مانشستر يونايتد 3 مباريات بفرقتين، قسم الفريق بتاعه مرتين، لعب ماتش يوم الاحد وفريق تاني خالص لعب يوم الثلاث وفريق تالت خالص لعب يوم الخميس، تعادل ماتشين وكسب ماتش وانتهت القصه، وما قدرش يعمل اي حاجه ولا قال والله يا صنع مانشستر وانتوا ازاي تعملوا معايا كده ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده. اخر قصه عايز اكلمكم عليها ريال مدريد وبرشلونه السنه اللي فاتت. احنا كلنا عارفين ان اقليم كاتالونيا اللي موجود فيه برشلونه كان فيه مشاكل سياسيه وكانت فيه مشاكل كبيره جدا، ان هم عملوا انتخابات وقالوا ان احنا عايزين ننفصل عن كاتالونيا وان احنا عملنا مشاكل دي، وكان لحظهم ان في الفتره اللي حصل فيها المشاكل وحصل فيها حظر التجوال كان المفروض يتلعب مباراه ريال مدريد وبرشلونه، وطبعا الشيء الطبيعي ان احنا اجلنا المباراه خوفا على ريال مدريد، دي كانت في الدور الاول. فابتدينا مباراة تتلعب وكل واحد بيلعب مبارياته عادي، وبعدين قالوا يا جماعة الدور التاني هيبتدي فاحنا لازم نلعب الدور الاولاني بتاع ريال مدريد وبرشلونة. فطلب الاتحاد الانجليزي الاسباني من الرابطة انه يتكلموا ريال مدريد وبرشلونة شوفوهم هيلعبوا المباراة دي امتى، لان هم اللي لازم يحددوا المباراة دي احنا مالناش دعوة. فريال مدريد وبرشلونة قعدوا قالوا طب احنا عندنا حل مواصل، دور ال 32 في كاس اسبانيا احنا كاول وتاني الدوري ما بنلعبش دور 32، ودي فرصة أجازة نلعب المباراة الفيصل. الاتحاد الإنجليزي قال أنا ما عنديش مشكلة، خلاص يبقى احنا نلعب المباراة في دور 32، هم هيلعبوا 32 عادي وانتوا تلعبوا المباراة المؤجلة. قالوا خلاص احنا هنلعب الساعة 7. الاتحاد الإنجليزي رفض، قالوا لهم مفيش حاجة اسمها تلعبوا الساعة 7، في مباريات في دور 32 من الساعة 4 للساعة 9، ما ينفعش تلعبوا في التوقيت ده. ريال مدريد وبرشلونة قالوا لا ازاي يعني، احنا حرين، انت قلت لنا هات المواعيد وهات التواريخ. قالوا انا حر ان انت تختار اليوم، لكن التاريخ بتاع توقيت المباراه ده بتاعي انا، لو لعبت المباراه الساعه 7 محدش هيتفرج على دور ال 32 بتاع كاس اسبانيا، وده مباراتكم هتاثر على مشاهدات دور ال 32 والنقل التلفزيوني لدور ال 32 بتاع اسبانيا. وبعت لهم جواب في كلمتين، نحن اتحاد كرة لكل الفرق الأسبانية وليس اتحاد كرة لريال مدريد وبرشلونة، وأكبر الاثنين اللي يلعبوا الساعة 9:30 بتوقيت أسبانيا كانت المباراة الساعة 11:30 بتوقيت مصر، بعد كل مباريات الدور 32 اللي كانت مقررة في اليوم ده ما تخلص، ولا واحد فيهم قال لك انت ازاي تعمل معانا كده واحنا لينا حق ان احنا ننقل بدري عشان المشاهدات والصين وامريكا. قال لهم انا مش دعوة،
انا تحكر لكل الفرق مش ليكم. انتوا كبار على عيني وعلى راسي، لكن في حقوق تانية مش ممكن انا اجي على حقوق ناس تانية عشان خاطر. ثلاث مواقف هم لاتحادات قويه مع فرق اقوى الف مره، ومع ذلك المصلحه العليا للاتحادات والمصلحه العليا للفرق هي اللي بتمشي وهي اللي بتحدد. ده اللي احنا عايزينه، مش هتفرق اسم النادي او قوته، لان في الاول وفي الاخر العداله لما تسرع الكل، كل واحد هياخد حقه بالطبيعي بقوته من غير ما حد يوجي على حد، ولا حد يقول انت خدت حقي، ولا انت بتلعب مكاني، ولا انا بلعب مكان ناس تانية، ولا الكلام ده، ولا ان احنا نلاقي الناس تقعد 20 يوم تستنى واحد بيلعب مضغوط كل 3 ايام، لا العدل ده ولا ده، واحد بيلعب كل 3 ايام عشان انت ضغطت عليه عشان هو وصل قبل نهاية افريقيا او نهاية افريقيا، واحد قاعد 25 يوم مستنيه، ده مستريح وده قاعد مضغوط، والاثنين هيوصلوا، الاثنين قرفانين من بعض وقرفانين من الكرة، لان مفيش جدول منتظم محطوط كلنا عارفينه. اتنين، مفيش حاجة اسمها اننا يا جماعة والله اصل احنا بمثل مصر، وانا بمثل استراليا، وانا بمثل امريكا. الفريق اللي هيلعب في افريقيا يتحمل تبعات لعبه في افريقيا. انا ماليش دعوة حضرتك بتسافر بره، بتسافر بلاد الوكل واك، ده موضوعك مش موضوعي. انا لازم اراعي مصالح اللي قصادك اكتر منك، لانك انت المسؤول، انك انت عندك قائمة كبيرة وعندك خطوط طيران وطيارة خاصة تسفرك باسرع وقت ان انت ترجع في الميعاد. لكن فكرة ان انا اجي والله معلش اصل انت بمثل مصر، لا معلش تعال عليا بس اجلهولي بقى، والاجل غير مسامح لحد ما ربنا يسهل، نرجع تاني نضغط في جدول مواعيد وتشتكي ان والله ده ما انت ضغطتني. ما هي المشكلة مش في النادي اللي طلب التأجيل، المشكلة في الاتحاد اللي وافق. عشان كده انا لا احمل النوادي ابدا فكرة ان هو اجل، انا بحمل الاتحاد فكرة ان هو موافق اصلا على تأجيل، وان هو خلى الفرق كلها تأجل ده. نبتدي بقى نشوف الطريقة اللي انا قلت عليها بتاعت جدول الدوري العام اتحط ازاي. دلوقتي بموضوع سهل جدا، احنا كلنا عارفين ان الفرق اللي بتلعب في افريقيا او اللي بتلعب في البطولة العربية في 3 ايام بتلعب فيهم، يوم الجمعة، يوم الجمعة، ويوم يوم الجمعة، ويوم السبت، ويوم الحد، تمام؟ يوم الجمعة، ويوم السبت، ويوم الحد. يبقى طبيعي ان الثلاث ايام دول ممنوع فيهم دوري خالص. الثلاث ايام دول اهو، الثلاث ايام دول ممنوع فيهم الدوري، لان دول متخصصين فقط، مخصصين فقط الى البطولات الايه؟ الافريقية او البطولات العربية، الى البطولات الايه؟ العربية. جمعة، سبت، وحد. اذا الدوري بالنسبة لنا، الدوري بالنسبة لنا هنعمله باللون الأخضر، هيتلعب إما يوم الاثنين أو الثلاث أو الأربع أو الخميس. بكل بساطة مدام جمعة سبت وحد أفريقيا وبطولة عربية، يبقى الدوري بتاعنا 2 3 4 5. بشرط إن أكتر المباريات هتتلعب يوم الثلاث ويوم الأربع، هتبقى مباراة واحدة أو مباراتين يوم الاثنين ويوم الخميس. طيب عشان احدد انا كفريق بدون الرجوع للدوري العام انا اعمل ايه؟ بسيطه جدا، لو انت بتلعب داخل الارض ليك 3 ايام قبل و3 ايام بعد، او انت بتلعب خارج الارض ليك 4 ايام قبل و4 ايام بعد. ببساطه جدا، ادي لون تاني، لون بنفسجي. مثلا لو انا بلعب الجمعه، نحسب من الجمعه 3 ايام، لو انا جوه مصر العب 3 ايام قبل، يعني خميس اربع يبقى انا هلعب الثلاث، وثلاث ايام بعد يبقى السبت الحد يبقى انا هلعب الاثنين. ده لو انا جوه مصر. لو انا بره مصر، وادي لون ثالث، بلعب يوم الجمعه مثلا برضو، يبقى هلعب 4 ايام قبل، الخميس الاربع الثلاث الاثنين، وهزق 4 ايام ثاني، سبت حد اثنين هلعب الثلاث. يبقى انا كده بكل سهوله اقدر انا نفسي احط جدول ما بين افريقيا وما بين الدوري، سواء 3 ايام قبل 3 ايام بعد لو انت بتلعب داخل مصر، 4 ايام قبل 4 ايام بعد لو انت بتلعب خارج مصر. طيب هل هناك استثناء في القصه دي؟ طبعا في استثنائين. الاستثناء الاولاني ان افرض ان في مباراتين لافريقيا ورا بعض في نفس الاسبوع، يعني انا هلعب الجمعه وهلعب الجمعة اللي بعدها تاني، يبقى انت في الاسبوع ده مش هتلعب الدوري معاهم،
لا هتلعب الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع ولا الخميس، لان هلعب الجمعه الثاني، واكيد ما دام هلعب جمعه وجمعه يبقى في مباراه جوه ومباراه بره، يبقى انا حاسب لك الاسبوع ده كله انت مش هتلعب. طيب لحد امتى؟ افرض انا دلوقتي لعبت من اسبوع لاسبوع، هم هيلعبوا الدوري عادي، هيبقى في مباراه واحده مؤجله هلعبها الجمعه اللي بعدها، يعني انا يوم الجمعه ده انا هلعب افريقيا، والجمعه اللي بعديه هلعب افريقيا، هلعب افريقيا اهو تاني، يبقى انا كده اجلت الاسبوع ده كله ما فيهوش كوره. الاسبوع اللي بعديه اللي هو اللي بعديه ده هلعب عادي معاهم، خلاص انا اجلت الاسبوع ده كله ما فيهوش كوره، الاسبوع اللي بعديه هلعب عادي يوم الثلاث، فاكيد الجمعه اللي بعدها دي مش هيبقى فيها افريقيا، هحط فيها المباراه المؤجله، هلعب لوحدي المباراه المؤجله بتاعت الاسبوع اللي قبل عشان فارق المباريات المؤجله ما يزيدش ولا يكبر عن ان انا عندي اربع مؤجلات خمس مؤجلات ست مؤجلات، الارقام الكبيره دي ما تنفعش في كره القدم. ما دام انت عندك خميس وجمعه وسبت اجازه من افريقيا تلعب فيها المؤجلات، تقعد الناس اللي لعبت الدوري العادي الاثنين وثلاثه واربع وخميس، وانت تلعب مؤجلاتك جمعه وسبت، في جمعه وسبت وحد ما فيهمش افريقيا، وفي الاغلب يبقى يوم جمعه وسبت اكتر حاجه. يبقى الدوري بتاعنا هيتلعب الايام الاساسيه للدوري الثلاث والايام الاساسيه للدوري الاربع، اكتر المباريات هتبقى التلات والاربع، يوم الاثنين هيبقى مباراه واحده استثناء، ويوم التلات يوم الخميس هيبقى مباراه واحده او مباراتين استثناء. طيب ايه الاستثناء الثاني اللي احنا قلناه لو احنا اجلنا لو في اسبوعين؟ الاسبوع الثاني ان لو حصل ودخلنا لمرحله كبيره في افريقيا فمن حق النادي انه يؤجل مباراته او يقدمها 24 ساعه عن الموعد المحدد بشرط موافقه الفريق المنافس. يعني مثلا لو انا عندي افريقيا يوم الجمعه زي ما قلنا هنا، فانا عندي مباراه مثلا يوم الاثنين، فانا شايف ان ايه مش محتاجه قوي، او عندي مباراه يوم الثلاث فمحتاج يوم راحه، فانا هتكلم مع الفريق انه معلش احنا هنقدم مباراتنا 24 ساعه، او مثلا انا لعبت يوم الجمعه وجاي من السفر مرهق وعندي مباراه يوم الثلاث، فحاجه اقول له لو سمحت معلش هنأجلها ليوم الاربع بشرط موافقه الفريق. دول الاستثنائين الوحيدين. الطريقه دي لو احنا مشينا بيها ما حدش يقول لي والله اصل انا اتضغط، اصل انا عندي 3 4 ايام، ما فيش حد بيعمل كده. اي واحد هيلعب في افريقيا هو اللي من حقه انه يضغط على فريقه عشان يوصل لاكبر عدد من المنافسه، ده الشيء الطبيعي اللي احنا نعرفه. ادي ايام الاسبوع ما فيهاش اي نوع من الصعوبه، انت بتلعب جمعه وسبت في دوري الابطال، حد في الكونفدراليه هتلعب حد في الكونفدراليه، خليها في لون تاني خالص اهو، لون مثلا برتقاني، انا هلعب يوم الاحد قاعده على طول. لو انا جيت بلعب جوه مصر يبقى حد الاثنين والثلاث هلعب الاربع. طب لو انا بلعب خارج مصر يبقى اللون العكس خالص ده الغامق، يبقى هلعب يوم الخميس، يبقى انا مبارياتي ما بين الاربع والخميس اوتوماتيك لان الحد ده ثابت. فلو هلعب جوه مصر هلعب الاربع، لو انا بره مصر هلعب الخميس. لو انا عندي مباراه ما بين حد وحد يبقى المباراه اللي في النص اتاجلت وهلعبها الجمعه اللي بعدها، مش هاجل على طول، العبها الجمعه اللي بعدها، وانا اصلا لاعب الاربع او لاعب الثلاث، فانا هلعب الجمعه او السبت اللي بعده بالكتير جدا عشان ما اضغطش مباراه. ممكن ازق مباراه من الاربع للخميس، من الخميس للاربع، او من الاربع للجمعه، ده على حسب الاتفاق ما بين الانديه، لكن هو اسبوع واحد وكلهم يمشوا. ده بالنسبه لموعد الجدول. تواريخ بقى نفسها، مواعيد المباريات، احنا لازم نثبت مواعيد للمباريات. احنا اتفقنا انه يوم الثلاث هو جدول الدوري كله، ويوم الاربع دي الايام الثابته، فاحنا لازم نحط مواعيد ثابته، الساعه 6 والساعه 9. احنا الحمد لله دلوقتي عندنا قنوات فيها ثلاث قنوات رياضيه، بغض النظر عن بيعملوا استوديو ولا مش استوديو دي مش قصتي، ولكن بما احنا عندنا ثلاث قنوات رياضيه واحنا عندنا تسع مباريات في الدوري، يبقى احنا لازم نلعب اغلب المباريات التسعه هنا وهنا وفي المعادين دول بس. لو من التسعه دول هنلعب سته او خمسه منهم
يبقى هيتلعبوا ماتشين هنا والتلات مباريات هنا في المعادين دول 6 و9 بس، ولازم يبقى كلنا متساويين في اخذ الوقت. ما ينفعش واحد يلعب الساعه 4 العصر واحد اللي متاخر للساعه 9 بالليل عشان تقول له مشاهده. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا ليا العداله مع الجميع، كلنا هنلعب الساعه 6 وكلنا هنلعب الساعه 9 في مباراه اقرب المباريات يوم الثلاث والاربع. من التسعه مثلا لو خلصنا 5 ولا 6 هتبقى لك مباراه واحده هتلعبها يوم الاثنين، مباراتين هتلعبهم يوم الخميس او العكس، مباراتين يوم الاثنين ومباراه يوم الخميس. المهم ان اكتر المباريات للفرق اللي ما بتلعبش افريقيا واللي ملهاش ضغوطات يتلعب يوم الثلاث ويوم الاربع، بواقع 3 مباريات كل يوم من الساعه 6 للساعه 9، دول مباراتين، مفيش مباراه الساعه 3 العصر. وما فيش حاجه اسمها اصل الناس ليها نسبه مشاهده والناس ليها ما لهاش نسبه مشاهده، احنا لازم نحترم الجميع، كل واحد على راسه واحد، يعني كلنا زي بعض، مفيش حد اصل هو ده خياره فقوس واصل ده مشاهدات اكتر من ده واصل ده اللي ليه نسبه اكتر من ده، حتى لو واحد بيتفرج على الفن احنا لازم نحترم الواحد ده قد المليون، لان من حقه ان هو يتابع الفريق اللي هو عايز يشوفه. يبقى كلنا نلعب الساعه 6، كلنا نلعب الساعه 9، ايا كان بقى ماتشين 3 3 ماتشين زي ما تختار التوقيت. وعندنا 3 قنوات، لو قلنا هنلعب ال3 مباريات في 3 قنوات الساعه 6 وماتشين الساعه 9 مفيش مشكله، ماتش وماتش مفيش مشكله، المهم ان تثبت المواعيد دي عشان تبقى معروفه للجميع 6 و9، مش حد يلعب الساعه 3 والساعه 6 وبالمزاج، ولازم تخلي فريق يلعب بالليل ولازم الاضواء الكاشفه، مش مهم ترمي ناس بالنهار ويتعبوا ولا يسافروا، مش مهم، لا كلنا لازم نبقى على قدم المساواة. 2 3 4 5 9 مباريات قسمهم على ال4 ايام دول من 6 ل9، تشوف انت بقى عايز تقسمهم ازاي، مين مع مين، مين في نفس التوقيت، مين من نفس التوقيت، انت حر وبسهولة جدا ما دام انت عرفت ان 3 مباريات قبل 3 مباريات بعد انا بسهولة، او 4 ايام قبل و4 ايام بعد انا اقدر احط جدول بسهولة جدا. انا عرفت ان افريقيا هتلعب اسبوع واسبوع، يبقى انا عرفت اوتوماتيك من غير حتى ما كنت حد كوره ان انا مش هلعب في الاسبوع ده، وان انا هلعب المباراه المؤجله دي الجمعه اللي بعدها او السبت اللي بعده او الحد اللي بعده، مش هيصه وقت ما يجي لي انا مزاج العب، لا هي اسبوع والاسبوع اللي بعديه لازم تلعب عشان ما يبقاش في فارق مباريات، واحد بقى عند فارق منه 5 مباريات 6 مباريات عشان ما تضيعش منك الفلوس. هتأجل 24 ساعة تستأذن الفريق، لو الفريق ما وافقش اتحاد الكرة مالوش ان هو يتدخل، لان الفريق هو افراد كل واحد يلعب في ملعبه. مواعيدنا كلها من 6 ل9، جدولنا معروف، مواعيدنا معروفة 3 و4، كل الناس عارفة ان ده جدولنا، استثناء حد يوم الاثنين استثناء مباراة او اثنين، ويوم الخميس مباراة او اثنين استثناء، لكن الاغلب هيبقى 6 مباريات كلهم او يمكن الدوري كله يتلعب من الاثنين والثلاث 3 و4، وكده بكل سهولة ادي الجدول، مش محتاج كل فزلكة ولا محتاج كل التأجيلات ولا محتاج كل الكلام ده، ولا حد يجي يقول والله انا بمثل مصر وانا بمثل هولندا، كلنا واحد. ده بكل سهولة، ودي فكرتي عن جدول الدوري الممتاز، واتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم، باذن الله نلتقي في الجزء الثالث من السلسلة. شكرا لكم.